مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول حوادث الغرق التي تسجل حضورها خلال موسم الاصطياف الحالي رغم حملات التخصيص التي انطلقت مبكرا. مشاهدينا نربط الاتصال عبر خدمة الهاتف مع الملازم كريم بن فخصي مكلف بالأغلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. أهلا بك معنا. تحية صباحية عطرة لك ومن خلالك إلى كل الزميلات والزملاء في الاستوديو. صباح الخير كل متابعينا عبر قناة شبك نيوز. تحية لك وشكرا على تلبية الدعوة بداية. شكرا لك سيد بن فخصي. مثل ما ذكرت منذ لحظات حوادث الغرق هذا الموسم تسجل حضورا رغم الحملات التي كانت سابقة حملات تخصيص حولها. لو نبدأ ممكن هذا النقاش من آخر حصيلة مسجلة بخصوص حوادث الغرق. نعم بكل أسف وحسرة سجلت المديرية العامة للحماية المدنية إلى غاية صباح اليوم إلى غاية تسجيل هذه البرقية الهاتفية 172 حالة غرق على مستوى كل ربوع الوطن موزعة على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في 54 حالة تم تسجيلها على مستوى السدود والبرك والمصطحة النائية و 118 حالة تم تسجيلها على مستوى الشواطئ سواء المحروسة أو عدم الشواطئ الغير محروسة. وهذا الرقم اللي هو في الحقيقة رقم كبير جدا جعلت من المديرية العامة للحماية المدنية والسلطات العليا في البلاد تتحرك وتدق النقوش الخطر باعتبار أن هذا الرقم رقم مخيف رقم رهيب جدا مقارنة مع السنة الماضية وهذا نظرا لربما لم نسجله من قبل في غضون ثلاث أشهر أي منذ الفاتح ماي إلى غاية اليوم 172 حالة غرق قلت موزعة على ثلاث محاور أساسية محور يتعلق ب 54 حالة على مستوى البرك والسدود والمصطحات المائية لا سيما الولايات الداخلية و 118 حالة موزعة على مرحلتين فيها اللي هي موجودة على مستوى الشواطئ الغير محروسة والتي يمنع فيها السباحة باعتبار أنها شواطئ لا تتوفر أو لا تستحوذ على جهاز أمني من رجال الحماية المدنية ورجال الدرك هي شواطئ مخفية شواطئ صخرية بالاضافه الى تسجيل حالات على مستوى الشواطئ المحروسه ولكن عدم الامتثال للنصائح والتعليمات في احترام لون الرايه جعلنا نسجل هذه الارقام التي قلت هي ارقام رهيبه نوعا ما. نعم سيد بن حفصي ممكن ذكرت نقطة مهمة وهي خطورة هذا الأمر. منذ يوم تم الإعلان عن 160 حالة ليلة واحدة يرتفع الرقم ل 172 حالة ممكن هذه الخطورة تظهر في هذا الرقم. أكيد هذا الشيء بيدفع وزارة الداخلية وجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إلى ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة العمل التوعوي والتحسيسي وكذلك تشديد الرقابة والحراسة على مستوى الجهات الفاعلة خاصة في الشواطئ الغير مسموح بها فيها السباحة والتي تعتبر ملاذ لبعض الشباب المراهقين. نعم. تكلمنا فيها أكثر من بلاطو قلنا هذا فئة الشباب وفئة المراهقين الذين يتوجهون إلى هذه المناطق هم الآن في معركة إثبات الوجود من خلال إبراز قدراتهم وكفاءتهم في القفز العالي وكذلك في تنويع الغطاسات وهذا في الحقيقة يعتبر احتياج بالنسبة لهذا الفئة الشبابية أو فئة المراهقين وإحنا المديرية العامة للحماية المدنية في هذا الشأن سخرت ما يزيد عن 8890 عون موسمي سخرت 951 رجل حماية مدنية سخرت أزيد من 367 غطاس للشواطئ المحروسة التي ضبطت ب 437 شاطئ. إذا شبابنا وأهالينا وطنينا حبينا نقول لهم من خلال الأرقام المسجلة الأرقام المخيفة والأرقام الرهيبة ندعوهم جميعا كل من موقعه كل من منصبه كل من منظره من أجل تكاتف جهود الجميع والمساهمة في الوعي الوقائي وابعاد شبابنا واهالينا ومواطنينا على كل مناطق الخطر. احنا البارح فقط كنا ضيوف في بلاطو شروق نيوز كنا نتكلم على 160 حاله. اليوم صبحت اليوم نعيد الكره لنكون ضيوف عن طريق الهاتف ونتكلم عن 172 حاله. اذا ارقام في تصاعد مخيف ورهيب ولذلك جعلت من السلطات العليا في البلاد ان تباشر عملها التوعوي التحسيسي الذي انطلق منذ عيد الفطر المبارك وتكثف الجهود مع وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه والمكتوبه. كذلك احنا كرجال حمايه مدنية الخروج في قوافل توعوية تحسيسية إلى مختلف القرى والمداشر والساحات العمومية وغيرها من الأماكن التي بفضلها تساهم جميعا من أجل كبح هذه الظاهرة. فقط نقول للمشاهدين الكرام اللي راهم يسمعوا فينا الآن
لابد من الشعور بالمسؤوليه والتصرف بتصرف مسؤول، لا تصرف اعتباطي، لا تصرف عفوي، الابتعاد عن كل نقاط الخطر خاصه الاحواض المائيه والسدود والابار والاوديه، الابتعاد عن الشواطئ التي لا تتوفر على جهاز امني، ما فيهاش الحمايه المدنيه، ما فيهاش الدرك الوطني، شبابنا قد يكونوا معرضين للخطر بسبب السقوط من على المرتفعات، لا يكونون غرقاء ولكن قد يكون لهم اصابات تؤثر على حياتهم مما يجعل لهم ربما الاعاقه الدائمه او المؤقته. فنتمنى ان شاء الله واحنا على مشارف دخول شهر اوت اللي هو تقريبا كل العائلات الجزائريه او الموظفين يكونوا في عطله، نتمنى من المصطافين والناس اللي راح تقضي اوقاتهم في الشواطئ انهم يتوجهوا الى الشواطئ المسموح فيها السباحه ويلتزموا بالتعليمات التي تسديها اللجان المشرفه على الشواطئ، والابتعاد كل البعد على كل نقاط الموت ونقاط الخطر، الشواطئ الغير مرخص لها السباحه، الشواطئ المخفيه، الشواطئ الصخريه، وكذلك الولايات الداخليه الابتعاد عن الاحواض المائيه وعن السدود والبرك المسطحات المائيه، والاستفاده اكثر من برنامج المخطط الازرق التي اطلقته وزاره الشباب والرياضه خاصه المديريات الولائيه اللي راهي تنظم رحلات الى شاطئ البحر، نخليو ولادنا يستفادوا من هذه الرحلات المنظمه وفق برنامج مضبوط، برنامج ترفيهي تربوي مسخر لفائده اولادنا، احسن من نخليهم يروحوا للسدود والبرك وفي الاخير نصبح نسجل ارقام مذهله، لا قدر الله هذه الارقام تكون فيها شباب تحصلوا على شهاده التعليم المتوسط او اللي يكونوا تحصلوا على شهاده البكالوريا او مقبلين الدخول الجامعي او معهد التكوين المعني. نتمنى السلامه للجميع. نعم سيد بن حفصي ممكن اطلقته كل وسائل الاعلام. نعم بحول الله سيد بن حفصي ممكن نتكلم دائما حول حوادث الغرق، الأرقام كانت كبيرة في شواطئ الممنوعة والمسطحات المائية رغم الحملات التخصيصية التي انطلقت مبكرا اليوم، هناك تهور ممكن مفرط من قبل الشباب، إضافة إلى ذلك ويمكننا القول بأنه دور الأهل يجب أن يظهر خلال هذه المرحلة مثل ما ذكرت ونحن على أبواب شهر أوت. نعم أكيد لابد على الأسر الكريمة وعلى أرباب الأسر وأولياء الأمور مضاعفة الجهود من حيث تحمل المسؤولية وممارسة السلطة الأبوية على أبنائهم، مثل ما رانا نمارسوا السلطة الأبوية على الإناث على بناتنا نمارسوها على أولادنا، خاصة الشباب اللي راهم في مقتبل العمر وفي ظهور العمر، هم في سن 14 15 سنة ربما بعد وجبة الغداء يتنقلون أو يتجمعون في مثنى وثلاثة وربعة، يتنقلون بالدراجات الهوائية أو بالدراجات النارية أو ربما مشيا على الأقدام يتوجهون إلى نقاط الموت. فأنا نطلب من العائلة الكريمة بصفتي رجل من رجال الحماية المدنية أصبحنا نقف في كل مرة على صور أقدر نسميها بالصور الشنيعة، لما تشوف شاب في مقتبل العمر جثة هامدة على مستوى سد مائي أو على مستوى الواد أو على مستوى بركة مائية، فوالله ينتابك شعور غريب تصيبنا الحسرة والأسف لشبابنا اللي تذهب أرواحهم زهقا إلى بنيها. هناك جهود مسخرة من طرف الدولة الجزائرية لحماية شبابنا من كل الأخطار المحيطة بهم، 437 شاطئ مسخر لهم من أجل الاستجمام والاصطياف هذه السنة، نتمنى من الأهالي رفع هذه النصائح والتوجيهات إلى أبنائهم إلى أهاليهم باللغة التي يفهمونها من أجل المساهمة جميعا في حفظ أبنائنا وأهالينا ومواطنينا من كل الأخطار التي قد تهددهم، ونتمنى لهم صيف آمن من دون أخطار إن شاء الله. نعم نتكلم ممكن حول ممكن المبادرات التي يجب القيام بها، وزارة الداخلية كانت قد وجهت أيضا للمجتمع المدني وفعالياته للمساهمة البناء اليوم في عملية التخصيص، كيف سيؤثر هذا الأمر إضافة ممكن إلى الحملة التي أطلقتها مصالح الحماية المدنية في وقت سابق؟ والله العمل التوعوي والتحسيسي بالنسبة لمديرية العامة للحماية المدنية أو وزارة الداخلية وجماعة وزارة الداخلية وجماعة المحلية العمرانية، هذا العمل التوعوي التحسيسي ما يتوقفش طيلة السنة، فنحن لا نواجه خطر السباحة أو خطر الغرق فقط، فنحن نواجه عدة أخطار طيلة السنة، مصالحنا وعلى رأسهم وزارة الداخلية تباشر في كل مرة برنامج توعوي تحسيسي تنبثق عنه حملات توعوية تحسيسية تباشرها المديرية العامة للحماية المدنية، تباشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تباشرها مختلف الجهات الفاعلة على المستوى المحلي البلديات والولايات ولا غير ذلك، فنتمنى احنا ان شاء الله من هذه العملية التي اطلقتها وزارة الداخلية والتي باشرتها المديرية العامة للحماية المدنية منذ نهاية عيد الفطر المبارك ان تلقى اذان صاغية، نحن نقوم بقوافل جوارية تحسيسية لمختلف القرى والمداشر والمدن، نخرج في خرجات ميدانية الى الشواطئ لتوعية شبابنا ومواطنينا، رانا نشتغل مع زملائنا رجال الامن ورجال الدرك في السدود خاصة
على مستوى النقاط اللي تكون قريبه من شاطئ البحر لتوعيه شبابنا. رجال الدرك الوطني ورجال الامن كان لهم كذلك مهمه اخرى وهي القيام بدوريه استطلاعيه وتوعيه الشباب من مختلف الاخطار المحدقه بهم. نتمنى فعاليه المجتمع المدني اننا تكثر جهودها كذلك من خلال النوادي والجمعيات اللي راهي تبرمج هذه الرحلات الى شاطئ البحر. وخلال هذه الرحله وخلال هذا اليوم تاع الاستجمام نحاول انني نمرر رسائل لشبابنا واهالينا ومواطنينا من اجل غرس الوعي الوقائي الذي يتمتع به الشعب الجزائري. في الحقيقه هذا ليس بغريب على المواطن الجزائري الثقافه الوقائيه والوعي الوقائي، فقط نحن نقول انه الارتفاع المحسوس في درجه الحراره هذه السنه دفع بالمواطنين والشباب الى الدخول الى كل نقاط الترفيه والاستجمام. العام الثاني ربما انه هذه السنه تختلف عن سابقتها باعتبار انه هذه السنه ما كانش كوفيد، ما كانش اجراءات وقائيه، كاين لهف وكاين شغف للعوده الى الحياه الطبيعيه التي كانت قبل ظهور وباء كورونا. ربما عاملين اساسيين جعلنا اننا نسجل ارقام مذهله هذه السنه، لكن ليس على حساب حياتنا وعلى ليس على حساب النفس البشريه التي حرم الله قتلها الا بالحق، لانه كاين جهود الدوله الجزائريه راهي مسخره في هذا الشان، وحنا نرافق المواطنين ونرافق الشباب والاهالي خلال موسم الاصطياد من خلال المرابط الاعلاميه، من خلال الصحافه المكتوبه والمسموعه، من خلال صحافه العالم الافتراضي، من خلال الخرجات الميدانيه والتواجد الميداني في كل الشواطئ. قلت 1890 عون مسخر لفائده المواطنين عون موسمي، 951 رجل حمايه مدنيه، اكثر من 367 غطاس، هذه ارقام خاصه بالحمايه المدنيه. اذا تكلمنا عن المصالح الامنيه نجد ارقام اخرى بالنسبه لافراد الامن وافراد الدرك الوطني. نتكلم عن افراد مسخرين من قبل الجماعات المحليه الموكله لهم مسؤوليه تنظيف الشواطئ، كذلك رقم مذهل. لو نتكلم على رجال الصحه كذلك لهم رقم مذهل من الاطباء والممرضين. فهذه الزخم او هذا الزخم البشري والمادي المسخر ولفائده المواطنين من اجل ان يكون الصيف امن من دون اخطاء. لذلك احنا نغتنم الفرصه ونقول لشبابنا لماذا لا تفضلون هذه الشواطئ المؤمنه، الشواطئ التي تحتوي على جهاز امني، ونروح الى الشواطئ المخفيه، الشواطئ الصخريه التي قد ربما يتسبب لنا خطر يؤدي بحياتنا اما للوفاه عن طريق الغرق او لا قدر الله الى الاعاقه من خلال السقوط على الصخور هذه اللي راهي تحت الماء. فنتمنى انه الوعي الوقائي اذا يسود كل شرائح المجتمع المدني من خلال المنابر الاعلاميه اللي راهي كل مره تشير الى هذا الموضوع، وفعلا هناك ضغط اعلامي خلال 72 ساعه الاخيره على هذا الموضوع خطر الغرقه، ولكن الارقام ما زالت في تزايد. نتمنى ان شاء الله الرقم هذا يتوقف عند هذا الحد من خلال الاستجابه للمواطنين وما تبثه وسائل الاعلام من نصائح وتوجيهات وتعليمات لفائده عامه المجتمع المدني. اكيد سيد بن فخطي، ممكن اشرت الى نقطه مهمه جدا وهي أن الأرقام هذا العام هي أرقام مخيفة مقارنة بالعام الماضي. ممكن ذكرت الأسباب، الحملات التخصيصية انطلقت قبل موسم الاصطياف ولا زالت مستمرة إلى غاية اللحظة. في اعتقادك هل يجب تغيير ممكن استراتيجية التصدي لحوادث الغرق عن طريق ممكن تكثيف الحملات الأمنية في هذه الشواطئ الغير مسموحة أو غلقها بصفة نهائية وتسليط عقوبات على من يرتادون هذه الشواطئ؟ والله احنا نتكلم على دائما على العمل التوعوي والتحسيسي، لأنه هدفنا الأسمى هو اكساب المجتمع المدني او اكساب اطياف المجتمع المدني مهاره عاليه في الوعي الوقائي. قلت احنا لا نشتغل على موضوع الغرق، فموسم الاصطياف قد ينتهي بعد ايام ثم نواجه اخطار اخرى، فنحن نريد ان يكون لنا نشب يتمتع بثقافه وقائيه. اذا تكلمنا على الاجراءات الاحترازيه او الاجراءات الظرفيه، طبعا كاين جهات مخول لها قانونا، طبعا تخضع الى وجود تعليمات او قرارات من جهات فاعله بالبلاد هي اللي تقوم بعمليه ربما ابعاد الشباب عن هذه الشواطئ غير محروسة أو غلقها نهائيا. فهناك جهات مسؤولة على هذا العمل. إحنا كرجال الحماية المدنية هدفنا الأسمى وهدفنا الأساسي هو غرس الوعي الوقائي عند شرائح المجتمع المدني، ليس في موضوع الغرق فقط ولكن في شتى الأخطار التي قد تهدد حياتهم. فإحنا نتمنى من خلال هذا العمل التوعوي والتحسيسي نلقى أذان صاغية، لأنه إذا كانت هناك استجابة توقف العدد، إذا كانت استجابة إلى ما نقدمه من نصائح من تعليمات، ما يقدمه زملائنا الصحفيين في المنابر الإعلامية، ما يقدمه الأطباء في الفضاءات والبلاطوات، لما تكون كاينه استجابه راح يكون العدد متوقف ويكبح هذا العدد. فنحن نريد ان نصل الى وعي وقائي 100%، يصبح المواطن هو اللي يقرر باش ما يروحش للسد، ويصبح هو يقرر باش ما يروحش للوادي، ويقرر باش ما يروحش يعوم في الشواطئ المخفيه. نريد ان نصل الى قناعه ذاتيه عند كل اطياف المجتمع المدني من خلال برنامجنا التوعوي والتحسيسي طيله السنه.
نعم، إضافة إلى ذلك ممكن في إطار البرنامج التخصيصي والتوعوي دائما وفي حال ممكن وجود غريق في هذه المناطق، الأكيد بأنه الشباب مثل ما ذكرنا هو في بعض الأحيان يكون شباب متهور قد يلجأ إلى الدخول إلى المنطقة ومحاولة إنقاذ هذا الغريق، ممكن هذا الأمر قد يكون فيه نوع من الخطورة، قد يرتفع رقم الغرق في تلك المنطقة. كيف يجب على شبابنا اليوم التعامل أمام وضعية كهذه؟ احنا نتكلم عن التدخلات او المساعدات او الاجراء والاسعاف بالنسبة للشواطئ المسموحة. إذا كنا نعوم في شواطئ ولا نقوم بالسباحة في شواطئ مسموحة، فهناك لجان مشرفة على تأمين الشواطئ اللي هم رجال الحماية المدنية والغطاسين والأعوان الموسميين. أنا لا أتكلم عن الشواطئ الغير محروسة أو الشواطئ اللي فيها السباحة ممنوعة لأنها لا تتوفر على جهاز أمني، وربما هذه الشواطئ هي شواطئ صخرية، ربما صعوبة الخروج من الماء ربما صعبة، وقد يكون ربما التدخل هنا للأفراد المرافقين لهذا الزميل تكون ربما في حالة ربما كارثية أو ربما حالة تضاعف من حالة الخطر. إذا كان عندنا غريق واحد ربما راح يولي لنا غريقين، فأنا لا أنصح بماهية الإجراءات المطبقة في الشواطئ المحروس الغير محروس. أنا ما نتكلمش على كيف يكون التدريب أو كيف يكون الإسعاف في المناطق الغير محروسة، لأنني أقول من هذا المنظر نحن نريد أن يكون الشباب نتاعنا متواجد ويعوم ويسبح في الشواطئ المحروسة، لأن هناك جهاز أمني هو الذي يقوم بالتدخل وبتقديم المساعدة. بالنسبة للشواطئ غير محروسة نحن لا نتكلم على هذا الموضوع لأنها شواطئ ممنوع فيها سباحة. نقول لشبابنا بالله عليكم توجهوا إلى الشواطئ اللي فيها رجال الحماية المدنية وفيها الغطاسين، وما تروحوش للشواطئ المخفية والشواطئ الصخرية لأنها لا تتوفر على جهاز أمني. قد يكون صديقك ولا زميلك ضحية، ربما أنت ما تجي تروح تخبر الجدارمية ولا تخبر الحماية المدنية، صاحبك هذا اللي رحت نتايا تخبر عليه تلقاه توفى ماشي من الغرق ولكن للأسف من الصدمة الكبيرة اللي تعرض لها من خلال السقوط من المرتفعات. فنريد أن شبابنا ينقطع تماما عن الدخول الى المناطق الممنوعه والتوجه الى الشواطئ المسموح بها السباحه للتوفر على جهاز امني، وهما اللي يقوموا بالتدخل هما يعرفوا ما هي الاجراءات المتبعه في كيفيه اسعاف واجلاء ضحيه او انتشار ضحيه تعرضت للغرق. طيب، ممكن سيد بن فخصي ذكرنا عديد النصائح للشباب للتقليل ممكن من حوادث الغرق والانخراط في هذه الحملة التخصيصية. مصالح الحماية المدنية مشكورة سواء المتواجدة في الميدان أو التي تتدخل معنا بشكل يومي لتقديم النصائح للشباب. في الختام ممكن لو نقدم نصيحة مباشرة للشباب الذين يرتادون هذه الشواطئ، لو نقدم ممكن نصيحة منبثقة عن ذكرى كانت لك شخصيا بهذا الخصوص قد تؤثر اليوم على هذا الشباب الذي قد يكون في بعض الأحيان متهور. نعم، لما نتكلم على قوة الجزائر نتكلم على قوة شبابها. أكيد. فالعمود الفقري للدولة الجزائرية هو القيمة التي تملكها هذه الدولة من الفئة العمرية للشباب سيحملون المشعل بعد 5 أو 10 سنوات. راح نجد من الشباب الذين نتكلم عليهم اليوم وننصحوا فيهم راح نجدهم في مكان يتقلمصون منصب الإعلام في الحماية المدنية أو ربما الصحفي أو ربما مسؤول سامي في الدولة الجزائرية. لذلك الدولة الجزائرية سخرت كل الإمكانيات لتحمي شبابها وتحمي أبنائها وتحمي مواطنيها من كل الأخطار المحدقة بهم. فتعليمات سيد رئيس الجمهورية والسلطات الفاعلة في البلاد أننا نكثف الجهود من أجل أن نحمي شبابنا من كل الأخطار المحدقة بهم. فرجائي إلى كل الشباب الذين هم الآن يتابعوا فينا ولا الأهالي نتاعهم راهم يتابعوا فينا ينقلوا لهم هذه الرسائل على أنه هم الشباب المعول عليهم بعد 5 سنوات يحملوا المشعل في الدولة الجزائرية في مختلف الوظائف والمهام. ما راناش حابين نشوفوا شبابنا تذهب أرواحهم زفقا إلى بارئها، ما راناش حابين نشوفوا الكآبة والحزن تعم على العائلات الجزائرية ونحن في عز الصيف. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، نتمنى لشبابنا أننا كما شفناهم في الهبات التضامنية خلال الكوفيد وخلال الحرائق وخلال الفيضانات وشفناهم كرجل واحد كقلب واحد كلحمة واحدة، نتمنى منهم إن شاء الله من خلال هذا العمل التوعوي والتحسيسي اللي رانا نقوم به من أجل حمايتهم من الغرق أننا نجد لهم أذانا صاغية ويكون
واحد ورجل واحد ويعتزموا كل العزم على الابتعاد من كل المخاطر التي قد تهدد حياتهم. وهنا نحس أننا لما نشوف النتائج توقفت ونشوف الأرقام توقفت نحس أن كل الجهات الفاعلة قدمت ما عليها ولقيت أذان صاعية، وهذا ليس بغريب على الشباب الجزائري والمواطن الجزائري. فبمجرد أنك تعطي له الإشارة إلى ماذا تريد أن تصل إليه فتجده بجانبك وأمامك في الصفوف الأولى. نتمنى السلامة لشبابنا ومواطنينا في كل ربوع الوطن، وإن شاء الله ربي يحفظ هذا الشباب ويحفظ هذا المواطنين ويحفظ هذا الفئة اللي في الحقيقة معول عليها في الجزائر أن تكون بعيدة عن كل الأخطار التي قد تهدد حياتها. نعم، من جانبنا نتمنى السلامة لكل شباب الجزائر، نتمنى أن تكون هذا أو يكون هذا الملف الذي خصصناه للتخصيص قد لقي الصدى لديهم. الملازم كريم بن فصي مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، شكرا لك على هذا التدخل ومشاركتنا نقاش هذا الموضوع.